لك يا رجعت لكم فيديو جديد في اليوم واخيرا رجعت. ليش بني انا متحمس اول حاجه خاطرني رجعت، هذه اول حاجه متحمس على خاطرني رجعت. ثاني حاجه مش نطلب منكم السماع شباب، بالحق سامحوني الاولاد والله العظيم معناها انا مقصر في التنزيل، عندي برشا ما بطلش فيديوهات، عندي برشا كل مره اقول هذا بول انا يا شباب باش نرجع يا شباب باش نرجع بعد كله معناها فهمني ولا سامحوني الاولاد بالحق نطلب منكم السماع. اي واحد قاعد يتفرج بالنسبه للعباد اللي تحبنا واللي ما يحبنا يولي يحبنا. اوكي شباب قبل بدايه الفيديو، فيديو اليوم شنو هي دعبول باش نلعبوا؟ فيديو اليوم فما لعبه اسمها ويل درافت اللي هي ليج اوف ليجند. ليج اوف ليجند معناها نعرفوا برشا كوميونيتي برشا عباد يلعبوا ليج اوف ليجند. اذا كان انت ما تلعبش ليج اوف ليجند راهو عندك ولد عمك ولد خالتك ولد قومتك ناكد لك اللي هو يلعب ليج اوف ليجند. نعرف انه برشا عباد برشا عباد يا رجال اقسم لك بالله بلا كباجور في مخهم تقول له ليج اوف ليجند تقول لك السلام عليكم. قولوا ليج اوف ليجند بيعوا عليه اقسم لك بالله يا رجل يا جور ابو 16 في راسك وبلا لك واحده يا جور يا مدير. اوكي قبل بداية الفيديو ان شاء الله تكون اللعبه مزيانه باش نكتشفوها مع بعضنا باش نعملوا جيم بلاي. راني مانيش كالبروفيسيونيل في ليج اوف ليجند مع كل احتراماتي للكوميونيتي اللي يلعبوا ليج اوف ليجند. كان مش تراو الفيديو كيفاش قاعد نلعب ولا التكتيك ولا الاستراتيجي ولا اللي هو والله رجل اقسم لك بالله عندك وحيد اسمه كابتن تيمو مش كابتن كابتن تيمون اي كابتن تيمون دوتي هذاك الصغرون الكيوت عرفتوا حليل والله حليل مسكين صغيرون هذاك اكثر كاركتير. وعندك مستر لي ولا مستر اي ولا حاجه كيما هكاكا. وتو نكتشفوا مع بعضنا الناس لكل لعبه وان شاء الله تعجبكم. قبل بدايه الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويرحم والدين والديكم. وسامحوني كان قصرت معاكم مره اخرى. جيب واحده انترو يا مدير خلينا نبداو الفيديو ونكتشفوا مع بعضنا. اوكي شباب رجعنا لكم توا في ليج اوف ليجند موبايل وايلد ريفت. ليج اوف ليجند وايلد ريفت عبوش يسميوها ليج اوف ليجند موبايل سميوها ليج اوف ليجند وايلد ريفت. اوكي نستناو باقي القروصه تعملوا من الاول من بالليميلاتور كنترول 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 كل شيء تقول له سلام يقول له كنترول اي من الاخر تفهمين فيها هذه. اوكي نستناو توا شويه انزيب لوكال فايل. يتا نعرف الكاركتر هذي استنى هذيك اللي تعمل بتاع القلوب عرفتوها تعمل القلوب هكا. حتى هذي نعرفها ها هو مستري اللي قلت لكم عليه. يتا يتا يلا يا عمي كجرافيك جيمر انا عارف هذه مع الدبدوب نتاعها. بون كاركترات الكل ما نعرفش اساميهم اما نعرف شويه منهم. جينكس اما شويه لا قولوا لنا ويلكم تو باتش ليميلاتور وعاود نحليه خاطر لقيت بالرسمي لقيت برشا عرفت مش حتى شويه. اي تو تحلت اسرع من الساعه. يلا ليتس جو يلا ليتس جو يا مدير لازم امه على كيف امه ولا ما شويه لا قلوا لي ما فهمتش مش طول قلت له السلام دخلني بازك توتوريال. ايوه هاي تو مشيت الساعه يا رجال اقسم لك بالله يا مديره. الو الو رياض بازك توتوريال ان شاء الله تبدا ولا جينكس Let's go. Bah. Welcome to League of Legends Wild Rift. Hold and drag to move your champion. Follow the arrows to the waypoint.
Good. Proceed to the next waypoint. Stands for Jinx. Tap to attack the enemy minions. Accidentally did that on purpose. Ναι, αν προσθεί παιδί, να χαπτώ ακριβές. Να μην όλα χάρσω όλα ακριβές. Each champion has unique abilities with powerful effects. Μπε. Jinx's first ability pulls out a rocket tap to attack. Attack the enemy minions. Αιουά. Ναι, δεν λες με παραμέτρα, δηλαδή, αιουά. Tap again to switch back. Tap to attack. Κάπε τλέει με assist يا رجل. أنا مكمر هون ويا تضربون. Good. ما أنا مش good. To the next waypoint. إلى الحرب مباشرة. I had a gun. Shot other gun. Now let's use an aimed ability. Aimed ability. Tap to learn a new ability. Hold down the ability, drag it toward the enemy, and then let go. Yummy. Well done. Mission objective complete. Level up your abilities for even greater effects. Now use your leveled up ability. Good. Okay. Now try canceling your ability. Hold and drag to the cancel icon. Well done. بالحق هذه بتاع موبايل اكثر من اللي هي بي سي معناها بالحق بالبي سي صايبه هذه يا الاولاد بالرسمي على حاجه ما غادي نشوف next let's catch that enemy champion tap to learn a new unusual ability on the marked area بالغلط بالغلط الاولاد والله بالغلط اجا بابايجا على القم والقم والقم القم يا رجل اقتلهم ايوه قرينا قرينا اهري ايوه اسمها اهري قلت لكم يا ودي اي صديق اي move to a champion you'd like to try out I don't even think once about blood stuff ايش الهدي هذي الايم يا رجل الايم وين يا ما صار شي بوم يا ما صار شي يا ولدي معايا ولا ضدي هيكم اوه يا ابوي هذا معايا مريقل ولد مريقل شباب روح امك يا روح امك انا كيف ام امك هو والله ما نعرف ايش كون نضرب ما اضرب بركة يا رجل alright alright اوه جي جي واحد جي واحد ولا داكو في الماء بريتوه من فوق اوه شيت نزل على بعضه ما هيك اللي يقول ليش تضرب على بعضه خلاص الكل نزل عليه ما عرفته ها جل 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 برا امشي انت راه هنا مش كريزي وبرا الو ديستروي لازم ناكل لازم نبعدوا عليك البلاصه رجل هو عم يموت انا خرقت يموت ما تموت اجل يموت يموت يا يا اهري اجمعوا يا اهل الشباب يعملوا حاجه برا برا يا رجل برا خروا 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 اوه انك با مت مت زر 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 اخلي دور امك ما اللي ابيليتي عندك
وبلا لك رجل واحدة كي مراكي. روخ 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 يموت يموت يسمع ايش ايز يا رجل ايز ايز ديت ارجع برا 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 اقاطه كل يوم يمشي برا المنيون الاخرين ما جاوش برا الولاد برا بصحة البدن امشي امشي واخر واخر اي هذه هي فالضربة القضية ما ديروا وين نضرب فيها من هذا وات ذا شيت يلا ليتس جو Has been exposed. Destroy it now to claim victory. شو هذي؟ ويا الولاد برا بصحة البدن. صعيبة بالبسي بالهاق. برا الولاد امشي معاكم برا خبز. اعطي اه يجريك اير اكس اهم الاقرب امشي بركة يا برا ها ها. اضرب برك اضرب 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 صح الولاد امشي انا بابا انا بابا صح الولاد يا الولاد ترينينغ ترينينغ انا تحمست يا رجال اوكي سامحونا شباب التجربه طلعت صعيبه شويه خاصه في البيسي الولاد بالحق بالبيسي صعيبه خاطر كي تتحرك تنزل على السوري وتمشي عرفت مش تتحرك بالقروصه اللي متعودين فيهم في الالعاب الاخرين والليزابيليتي كي تحركهم لازمك تنزل على الابيليتي وتحرك الكاركت معناها برشا حكايات انا متاكد انه بالتليفون اسهل هون وصلنا نهايه الفيديو يرحم والدين والديكم انا حسب ما شفت راهي اللعبه يزن مزيانه مش خايبه تقييمي على 10 نعطيها 8 من 10 عليك 8 من 10 خاطر جربتها بالبيسي 8 انه كالشخصيات نتاع ليج اوف ليجند الابيليتي نتاع ليج اوف ليجند كل شيء بريسك هو بيدو فهمني معناها لعبه كيما هذه ان شاء الله يمكن الجرافيك في البارامتر يقوى يمكن انا ما قويتوش ولا ما ريجلتوش ليلى محمد رسول الله نعطيها تقييم 8 من 10 يمكن كي نجربها من التليفون نبدل التقييم تاعي يمكن نعطيها 10 من 10 علاش لا هوني وصلنا نهاية الفيديو اذا كان عجبكم فيديو تحب نرى كيفاش نريق البارامتر ونعملوا فيديو اخر مالكم كنت تكتبونا في الكومنتات فما برشا العاب ان شاء الله في البرنامج في برنامج القناه برشا العاب مزيانين مومبا فما العاب فايت فما العاب باتل رويال فما برشا حكايات غير انتم ما تدخلوش علينا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات اشوفكم في امان الله تصبحون على الف خير ومع السلامه السلام عليكم باي باي